نورية نورية، ايه والله كوزينة نورية شابة محلاها الكوزينة. نورية نورية، ناجية مرحبا بك. نوري واش راك لاباس؟ راك نمرت علينا قصر على بالك. ربي يخليك. تعرف مين نشوفك نتفكر صباح الخير. تعرف فيش حال كنتي مجهيتنا ميكيات ولا؟ وانت واش راك نوري لاباس؟ هاك يا عفا راني كي حارس هذاك اللي بغي يدير الزوجة. وانت قادر تزيد واحدة على نورية؟ تبغي الصح؟ اها الصح الصح. هيا قول نوري. نموت عليها. اه على بالك باللي عندها كل صباع صنعة. خاصها غير صباع واحد نتوما ما درتهاليش. اه ما درتوش. حرزي ناجية. اها كنت بغيت تقولي لها؟ تبقى تشيك عليا ولا؟ لا لا ما نقولهاش. راني علمتك. لا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا ناجية خاتي ربح بيا في الكوزينة يا مرحبا. الله يحميك ويفضلك. أهلا نورية، شرفتني ونورتني. نورت القصر. ربي يحفظك. واش راكي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. راني ضيفتكم اليوم. إيه نعرف. كنت بحذا مولاتي ملي قالت لي أنت الضيفة وأنا نقول يا نورية إيش باش تطيب إيش باش تطيب، قلت نطيب لك كمونية تونسية. راح نذوق اليوم الكمونية التونسية من يدي نورية. اي وان شاء الله تعجبك. ان شاء الله يا ربي. نورية قولي لي شاشي لك، انا مادام هنا ناجية مانيش عارف شوالا. لا يا حبي اليوم ماكش باش تقضي، كل شيء عندي برا ارقد. صحيح يعطيك الصحة نورية. شفتي لله شحط على قلبي. اها الله يخليهولك يعيشك ويحبي بيك مره اخرى. ربي يخليك. وانتم زيدة باش تقعدوا معنا في كوزينة عاشور نشوفوا الكمونيه كيفاش تطيب، ونحكي انا ونجيه خطير اكيد راكم تستنيو في كل كلمه تخرج من فمها. اقعدوا معنا ما تزابيوش. مرحبا بيك مرة أخرى ناجية خطير، شرفتني ونورتني، فرحانة ياسر اللي أنت حدايا في الكوزينة. الله يسلمك نورية وأنا فرحانة برشا برشا. الحمد لله. الله يخليك. أي اللي باش نطيب لك اليوم أكلة بنينة 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 مش نورمال. كمونية تونسية. كمونية تونسية يلا إن شاء الله. كليتها قبل؟ لا عمري ما كليتها. اليوم أنا باش تاكلها أول مرة في كوزينة عاشور. نتعلمها وناكلها. سهلة سهلة ما فيها حتى شيء وما تاخذش وقت كبير. يلا. علاش؟ ساعات يلزم طيب ماكلة بنينة وما تتكلفش وما فيهاش برشا وقت. صعيب باش تعمل هك. هذا كامل. احنا اليوم الماكلة نتاعنا تطيب فيسا ما فيهاش برشا تحضير، ولكن نستحقولها حاجات كيما اللحم. باش ناخذوا طروف اللحم علوش، كبدة علوش، قلب زيدة كيف كيف علوش مقصوصين. الكبدة والقلب. وتنجم اليوم انا مانيش عاملة الكليوي، تنجم تحط كليوي معاها زيدة تجي هكاك تعطي بنة. اي هي هكا تجي. باش نستحقوا البصل مش مقصوص جيد، طماطم معجونة، ملح وفلفل اكحل، فلفل شايح مرحي وكمون. فلفل شايح مرحي حار. ايه ينجم يكون حار ينجم يكون مش حار، فما الحار وفما الحلو. انت واش تحب؟ قرون الفلفل هذوكم زاده كيف كيف تختارهم انت حارين. والا تختارهم زاده مش حارين تنجم. هذي تلقوا البنة. ايه وسهله برشا الطريقه اللي باش نطيبوا بها. المره هذي باش نقلي. علاش انا كل يوم ما نقليش، نقول باش نبعد على القليين والزيت على البارد. في الاكله هذي باش نقليو. دونك الماكله نتاعنا باش نحطوا الزيت. شوية زيت. ايه يتسمى مش شوية. باهي باهي. وباش نحط البصل. كيما نقولوا احنا عينك هي ميزانك. عينك ميزانك. لكن انا باش ناخذ في الكمونية قصينا البصل بزيت شوية. باش ناخذ شوية بركة بصلة صغيرة تكفي. مش برشا. هذا يكفي. جوست ينكه الطنجرة باش ما يغلبش اللوجو تاع البصل. صح. على الكمونية يعطيها بنة تاع النورية تاع النورية. باش نحط الطنجرة على النار. نعم. يتقلى شوية البصل مادام أنا فوحت اللحم اللي قصينيه حاضر باش نحطوه هو زادا يتقلى. جميل. متفاهمين. سهلة مهلة. أيواش ناجية انت توا الخدمه ورمضان. انا توا هكا كي اللي هي بالكوجينه برك وندخل بعدي. صح الوقت ما يزازيش. المراه
وانت بالذات كيفاش منجمه توفق هكا بين دارك الخدمه خاصه نعرف اللي النساء طالبين منا نكونوا محلينا نخدموا نتلهو بالصغار نتلهو بالدار نتلهو كيفاش نعملوا قرنيطه نعملوا قرنيطه صح ولا والحاله صعيبه شويه في رمضان وين تصعب بزاف في رمضان خاطر المراه تلقى روحها برا والداخل انا دائما نقول لهم في رمضان وين تبان المراه يعني صراحه وين يبان التعب والشقا تاع المراه بالبزاف والله على طول العام على لا لانه في رمضان تدخلي انت والراجل مع بعض هو يدخل يروح يتكسل انت وشكون؟ انا هو راجل نوري انت شفتوا نوري لهنا القضية جيبها لي شيح لي ريقي لا انا نقول انت والراجل هو يروح يرقد كيما مشيح لك ريقي كان نوري والمراه مسكينه تحط هذيك الطبليه وتروح ديريكت للكوزينه وتبدا يعني ما تكملش حتى يقول الله اكبر هذه الحاله صعيبه شويه عليها على الاخر وتخليها تعبانه وتشقى يعني بزاف في رمضان ومش وقت يقول الله اكبر هكا ومن وبعدين من الماء والنساء اللي تخدم عمل شقة اللي نقولوا الشقاء في الليل في عوض السهرية والقعدة ومثلا النور يجيب لي حاجة حلوة وانا قاعدة يجيب لك كاستين نوري ما تحلم انت والله شوف تسمع في القليل انا نسمع اي وريحة البصل محلاها هذه الريحة وهذا الصوت هذا يعني شوف باش نحط شوية ملح على اللحم الفوق هذا اللحم ما نقطعوش نورية اي هذا مقصوصة مقصوص على ثلاثة روح اي مش كبير لي كوتليت هذو اللي نقولوا انا عملت هكا كوتليت تنجم تعمل انت اللي تحب انت حتى تروف اللحم اخرين مش كوتليت تنجم اللحم تاع العلوش علوش كما نقولوا احنا حم غلمي غلمي وانا نقولوا العلوش العلوش باش نحط اللحم يتقلى كيما البصله سهله بين بنينه اسمعك التش محلاها الصوت مع رمضان والمرأة تكون تعبانة هذا الغني نتاع الطنجرة، الطنجرة تغني بصح والله حتى ونكونوا تعبانين وندخلوا شقيين نلقى واحد البليزير يعني واحد النشوة واحد النكهة هكذا باش تطيب وتحط صحيح البليزير تحطي النوري الميدة هكذا بشكل النوري ما تقوليش المولاي نوري اللي المولاي ايه تو نهار نشوف كان رديت عليه. انا نشوفه يجي يطلوي يعرف هو في الاول واش كاين واش طيبتي المولاي من بعد يحب يذوق هو في الاول. هو الاول. هو الاول. وانت تلقى بليزير باش تدخل الكوجينه. عندك كيف؟ ايه عندي ايه. تحب معناها نحب 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 طياب نحب نكون في الكوزينه ليسباس يعني المساحه اللي نحبها بزاف في الدار هي الكوزينه. خاطر تحب تفرح عائلتك. هذه هي نحب نفرح نفسي اولا ومن بعد نفرح عائلتي. والعائله زاده. انا عندي طفله واحده. ايه. والزوج عندي نجمه. اللي الله يخليك الله يخليك ونحب نفرحها وهي تحب الماكله تاع الدار تحب يعني لما امها طيب لها وتحط لها على بالك الراجل ثاني يحب الماكله تاع الدار ويحب لما تشكلي له الطابله هذيك وتحطيها له متنوعه الواحد يحاول على انه يكون قدها يعني مش الراجل ثاني الراجل هو يحب الماكله يحب الماكله يحب الماكله كل الراجل العربي كل يوم الماكله جديده وما يحبش ياكل اللي قعد البارح وما يحبش الحاجه اللي ما تعجبش عرفت لازمنا نشعلوا صوابعنا هكا شمع اي والله وما نعرف اسمع اسمك الحس صوت مليح وريحه بنينه بزاف هذه كمونيه تاع النوريه كمونيه النوريه التونسيه لا يعلى عليها علاش انا نقليها كي شويه اللحم يولي يتلم اللحم ويعطي بنه يعطي البنه ويخو لفاح باش نكمل نخلط الطماطم اللي هي باش تتقلى زاده نعملوا لها مغرفه مغرفه صغيره مش برشا مش كبيره انا يعجبني حس الطنجره هكا شفت قاعدة يعني فيا محظوظين اهل القصر انهم ياكلوا من عند النوري يعني الملك والسلطان انهم ياكلوا من يد البنينه كما نقولوا احنا يعني يعيشك ان شاء الله تعجبك ومحلاها كوزينتك نوريه عجبتك محلاها فيها واحد الروح واحد الدفء رائع يعني عينيك الحلوه ربي يخليك الله يفضلك شوف هي تقليت ايه وتقليت في حقها والريحه ما نقولكش يا سلام اسمع كي باش نمرقها كيفاش تعمل الطنجره لا لا
يا عيني يا عيني يا عيني. شفتي قلت لك البليزير تاع المرأة هاكي تشكي ما نشكيوش بصح نحبوا هذا هو البليزير تاعنا يعني. نحب خليك انت باش نطيب ليك انت. ربي يخليك ربي يفضلك ان شاء الله الله يحفظك. شوف عزيزتي احنا توا حطينا المرقة نتاعنا سيي قاعدة تيب باش نغطيها باش يطيب اللحم فيسا. نمرقوها قيس قيس نورية يعني ما نمرقوهاش بزاف. كمية نتاع الماء اللي باش تطيب اللحم. ايه. ومن بعد تقف على زيتها. نخليو الطنجرة نتاعنا تطيب ومن بعد نكملوا الكبدة والقلب وتقريبا تحضر المرقة نتاعنا. إن شاء الله. نجي المشاهدين حبوك برشا برشا في البرامج نتاعك اللي تعملهم خاصة أنت ديما البرامج نتاعك صباحية اجتماعية. نوعية البرامج أنت اخترت باش تكون هكا وإلا اقترحوا عليك ومن بعد لقيت روحك في نفس النوعية هذه. أنا نحكي لك نورية. احكي لي من دخلت للتلفزيون نعملوا نطيبوا ونحكيوا مع بعض. أنا دخلت للتلفزيون من اليوم الأول لقيت روحي في الشاشة يعني كما يقولوا ومقدمة برامج. مع أني ما كنتش دايرة في بالي كامل على أني في يوم من الأيام نولي مقدمة برامج ولا دخلت على أساس صحفية ميدان اختاروني على أساس أنه أنت تدخلي البرامج. كان يقولوا لي عندك ابتسامة مميزة هكذا زعما يعني حتى ما نفضلش على روحي. صحيح. بعدين لقيت روحي في البرامج الصباحية مع برنامج صباح الخير وصباح الخير على بالنا كامل لأنه التلفزيون الجزائري كان من التلفزيونات الأوائل يعني السباقة لهذه البرامج الصباحية. عملت في البرامج الصباحية لمدة طويلة مدة طويلة تقريبا 10 سنين وانا نصبح بكري ونصبح على المشاهدين ونصبح عليهم ونعطلهم معلومات نخلوهم يعيشوا معنا الأجواء الصباحية نعطلهم فقرات تهمهم مفيدة لهم كان طبعها كما قلتي اجتماعي يعني قريبة كثير للاجتماعي. هذاك اللي خلاني بعدين على أني نفكر في برنامج اجتماعي الآن هو اسمه للعائلة. للعائلة توا يتعدى وراه في عامه العاشر كذلك راهو في العام العاشر الله يخليك برنامج العائلة نحكيو على كامل واش يهم العائلة الجزائرية العائلة العربية كذلك ساعات يعني لكن نبقى دائما عندي هذاك الحنين هذاك الشوق هذاك للمحطات اللي كنت قدمتها برنامج صباح الخير برنامج البرامج الفنية والتقديم الفني كذلك لكن الدرك أني ربيت الكبدة على تقريبا اللي عندك نورية على برنامج للعائلة وإن شاء الله نحب دائما نطوره ونتقرب من العائلة الجزائرية وننقلوا انشغالاتهم ونحلوا المشاكل اللي عندهم داخل الدار خاصة أحلى حاجة هذه هي إذا نحلوا المشاكل اللي داخل العائلة تتحل المشاكل الكل اللي برا صح كل شيء مربوط بالحكاية هي بالنواة الأولى كما نقولوا لها احنا هذه هي به نجية باش نتفقد الطنجرة وباش نحط القلب وليش القلب قبل الكبده القلب يستحق طيب اكثر الكبده في صح تشم النار هكا شمي شويه قافي على الكبده كيما نقولوا هذيك علاش انا باش نرميها هي الاولانيه باش نخليها طيب يا عيني يا عيني شنو باش نقول لك الصوره شحال باهيه هذيك الطنجره انا دوك نشري طنجره كيما تاعك نوريه تعطين هكذا تعطي واحد البنه الفخار بنين الفخار بنين صحي ويعطي هكا نكهه لذيذه ياسر هي كي تخليها طيبه على نار قليله ثاني يا اخي هذا هو السر كيما درك بالجمر والله الله يا عيني يا عيني يا عيني باش نخليوها تزيد شويه الطيب وخليت الغطاء ما رجعتوش باش نقول لك شويه المرقه تنقص ما لازمهاش تكون تلقلق لازم تكون كل المرقه قد باش تجي هايله ان شاء الله عليك نجية يبارك نقولوا المذيعة الناجحة اللي يحبوها المشاهدين شنو الشروط اللي لازم تتوفر فيها باش تكون تنجح خاطر ساعات نشوف مذيعة كاملة الأوصاف يحطوها تتعدى كل أسبوع كل جمعة ولا واحد يحفظ اسمها ولا واحد يتفرج فيها صح وتلقى مذيعة أخرى تتعدى في برامج سهي تتمركة صح شنو السر شنو الوصفة اللي باش تخلي مذيعة ناجحة أنا نقول لك السر نورية أي السر هو عندك قولي لي علاه علاه لأنه الناس كامل تحبك أنتيا صح نورية. يا عيشك وعلاش تحبك تحبك لانه طبيعيه وعفويه وجميله من الداخل والناس تحس بهذا الجمال اللي كاين داخلي يا عيشك هذه هي والله زعما العاشوريه الكل يحبوني كامل المملكه العاشوريه نتحدى اي واحد يقول ما نحبش نوريه الا النوري الا على مسكين
هو ما يحبش يقول يا أخي. يا أخي هكذا الرجل ما يحبش يصرح برضه. السر في النجاح المذيعة ولا أي واحد ممثل ولا فنان ولا يقابل الشاشة يعني أي واحد يستعمل الشاشة لازم يكون هو نفسه يكون على طبيعته. لأنه أنا كما نقول لهم ما كانش حاجة تفضح الإنسان على حقيقته كيما الشاشة ليكرون كما نقولوا يعني. الكبده باش نرميوها في الطنجره وتقريبا كملنا المرقه نتاعنا الكمونيه. جميل. كي باش نرميو الكبده باش نحط الكمون هو السر. الكمونيه انا كي نحطوا الكمون باش نبعدها على النار ما لازمهاش تقعد تطيب باش النكهه نتاع الكمون والريحه تقعد وتبدا فايحه. قرون الفلفل ملحتهم وعملت لهم هكا باش كي انت تهز من المرقه ما يبداش يقطر. هذه الحله هذيك علاش نعملها باش تطلق شويه تعرفي. وانا كنت راح نسقسيك نقول لك انا ما عملتيش الكمون مع التوابل الاخرين يعني مع الليزي لا الكمونيه تطيب كان بالكمون. كي تخلط التوابل الاخرى تولي النكهه تضيع تولي برشا المطعم تخلط صح ما يجيش به وهي السر تاعها في كمونها. ايوه السر والكمون. يحب نوري هاد البلا نوري نقول لك اش يحب قلت له مش توا يحب كروفيت رويال. يا حبيبي كل يوم يقول لي كروفيت رويال والمثوم. هذا يحب نفسه نوري يحب روحه بزاف. كروفيت رويال ومثوم نديرو المثوم وانا نقول له لا امينه باش ندلو باش نغني نعمل له سيربريز ونطيبهم له. ايه قلت لك انت تاني تحبي نعمل له المثوم ونفاجئه هكا نقول له جاكول. الله يخليكم لبعض ان شاء الله يعيشك ويخلينا دائما فرحانين بكم يطلتكم علينا دائما تفرحنا وتسعدنا يعيشك وانت زيد ان شاء الله ديما انت وعائلتك ملمومه ان شاء الله ويفضل لك بنيتك نجمه. امين يا رب وتراها نجمه ان شاء الله يا رب ربي يحفظك. المرقه نتاعنا حضرت جوست باش تجيب الكبده كما قلنا باش نحط قرون الفلفل والكمون. كي نحطوا الكمون نكونوا طفينا عليه. ايه ولا غير نحطوا في الغاز وانا بعدها من النار. اوكي تمام. اوكي اوكي اقعدوا معنا باش تشوفوا الكمونيه كيفاش. هذه الكمونيه يا لاله طيبتها لك بمحبه من قلبي ان شاء الله تعجبك. وانا حسيت هذه المحبه ويعطيك الصحه على الضيافه وان شاء الله نعود ساعه لساعه نجي ندير عندك تورنا في الكوزينه ونتعلم طياب من عندك نوريه. يا لاله يا لاله مرحبا بيك في كل وقت. الله يخليك. باجي اش تعمل هنا؟ جيت عقب طريق برك شطرت انا نجي احبس عندي طرود في الكوزينه ما في باليش. وين على بالي انا؟ واش راكي طاطا؟ نجية لاباس؟ لاباس الباجي واش راك انت بخير؟ ياك تشوفي فيا اللي حاصل نورية عاونيني نخرج باش نوصل طاطا نجية للديوان. لي باش نخليك غادي يا لاله مرحبا بيك في كل وقت. شكرا يعطيك الصحة نورية وإن شاء الله نعود ساعة على ساعة ندير لك زيارة ونجي نتعلم طياب في الكوزينة تاعك. من عينيا إيجا كل يوم. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت زيدة وأنتم زيدة غدوة في نفس التوقيت ما تنسيوش كوزينة عاشور شيء طيبة وصحة فطوركم. أين وصلك للديوان؟ يلا. يا وقربي ذل نزان انا ذوق ما نفطرش ولا كيفاه. نورية تقعد غادي. كمونية تونسية نستحقوا الحم علوش مقصوص تريفات صغار كبدة كيف كيف مقصوصة مربعات قلب نفس الشيء مقصوص طماطم معجونة كمون فلفل شايح مرحي فلفل أكحل فلفل أخضر ومعاهم طريف ملح. تعرفني بلي انا رقد؟ اي على بالك بلي انا نقعد نخدم على راسي مولاي ما راهش يخلصني بطل فهمتيني؟ وانا مليت خير الخسر عمري ما رقدت بن عمي. يا سكان المملكه بلغ هام
الغايب يعلم الحاضر، وراني عارفين باللي راه قابلتكم اللقيه وباغيين تضحكوا وتتهاو، بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش. تيليشارجي جيزي اب واقضي على اللقيه، تحصل على افلام موسيقى العاب ومحتويات حصريه مع جيزي.